أصدقاء قناة يلا تشيكي، كل عام وأنتم بخير، ويا رب تكون 2020 سنة سعيدة عليكم كلكم وتحقق كل اللي بتتمنوه. النهاردة هنتكلم عن موضوع كذا حد اتكلم فيه الفترة الأخيرة، وكان يعني مسار كلام كتير بين الناس، وهو متطلبات فيزة السياحة للسعودية أو التورست فيزا ريكويرمنتس تو سعودي أريبيا. احنا عارفين ان في سنة 2019 السعودية قررت ان هي تفتح موضوع السياحة، تدي فيزة السياحة، بس الموضوع ما كانش لحد كبير واضح ايه هي المتطلبات وازاي اخد فيزة السياحة للسعودية وايه الاوراق المطلوبة. في الفيديو دوت بمساعدة بعض الاصدقاء حاولنا ان احنا نجمع على قد ما نقدر المعلومات كلها عن الموضوع، كمان جبنا معلومات من السفارة نفسها السعودية في التشيك، والمعلومات دي تنفع اي حد سواء في التشيك او في اي دولة من اللي هنذكرهم في جوه الفيديو. اول حاجة، لو انت من 49 دولة معينة فانت مش هتحتاج الخطوات اللي احنا هنقولها بعد كده في الفيديو، ولكن في حاجة اسمها الكترونيك فيزا او سويديا اي فيزا، ودي فاليد ل 49 دولة بس، 49 countries. الويب سايت هو visa.visitsaudia.com، والفيزا ديت بتكون valid لمدة سنة ومالتيبل انتري، ممكن تخش بيها السعودية أكتر من مرة، بس تقدر تسبند فيها أو تقدر تقعد في السعودية 90 لحد 90 يوم خلال الزيارات ديت كلها على مدار السنة. الدول ديت المسموح ليها باستخراج الإلكترونيك فيزا أو الفيزا أونلاين مباشرة من على الإنترنت ديت كندا وأستراليا، استراليا ونيوزيلندا وبعض دول اسيا وشوية دول كده هوت في اوروبا، او دول كتيرة جدا من اوروبا، اغلب دول الاتحاد الاوروبي خلينا نقول منهم، خلينا لو احنا شوفين هنا في تشيك ريبابليك، في النمسا، في بلجيكا، في المانيا، فرنسا طبعا، ودول كتيرة مش هنقراهم كلهم. دي الدول ديت لو انت تحمل الجنسية بتاعت احدى الدول ديت، مش مقيم فيها او معاك الاقامة دايما، لازم تكون تحمل الجنسية. فانت لو معاك باسبور او جنسية احد الدول ديت، في بس 3 خطوات هتعملهم، هتروح تملي ابليكيشن، وبعدين تدفع فلوس الفيزا، وهتستلم الفيزا بتاعتك ان شاء الله مباشرة. لكن لو انت معاك الاقامة الدائمة او عايش في احد الدول ديت ومعاكش الجنسية، هتتبع الخطوات اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله. طيب احنا نتكلم سريعا كده عن الموضوع قبل ما نخش في الخطوات. زي ما قلنا ان السعودية فتحت الموضوع للتأشيرة السياحية، هي قيمتها 440 ريال، 300 ريال قيمة الفيزا نفسها، و140 ريال تأمين طبي المفروض تعمله. الفيزا ديت بتستخرجها من المنصة الإلكترونية لو معاك الفيزا، أو بتستخرجها من السفارة التابعة للدولة اللي أنت فيها لو أنت معاك بس إقامة في الدولة ديت. لو أنت بتستخرجها أونلاين بتكون من 5 ل 30 دقيقة أقصى حد استخرجها، مدة صلاحيتها زي ما قلنا سنة، تقدر تسافر فيهم أكتر من مرة للسعودية. لو انت اقل من 18 سنة بيشترط ان يكون معاك ولي امر بيقدم معاك على الفيزا. الديانة مش مشروطة، خانة الديانة يعني تصلح، ما ينفعش تكون بتقدم على الفيزا لو معاك باسبور في فاليديتي اقل او صلاحية اقل من 6 شهور، وفترة الاقامة خلال السنة الواحدة بتكون 90 يوم، ودي المنافذ او المطارات اللي انت تقدر تدخل بيها بالفيزا السياحة ديت: مطار الملك خالد، ملك فهد، الملك عبد العزيز، الأمير محمد بن العزيز، ومنفذ جسر الملك فهد البري أو منفذ البحطاء البري. طيب نرجع للموضوع، المتطلبات بقى لفيزة السياحة للناس اللي معاها الإقامة الدائمة أو لونج تيرم فيزا وعايش في دولة من 49 دولة أو دول اللي احنا ذكرناهم، إيه اللي المفروض يعمله؟ أول خطوة المفروض إن هو بيفيل إن كوتشنير أو أبلكيشن معينة، بيروح السفارة يملى الأبلكيشن ديت. تاني حاجة ان يكون الباسبور فيه validity او صلاحية اكتر من 6 شهور. تالت حاجة يكون معاك، لو انت بنتكلم في التشيك يبقى تشيك ريزيدنس كارد، هتقدم الكارد بتاعك وصورة منه، هتقدم صورة والكارت نفسه بتقدمه عشان يتأكد منه. ترافل انشورنس، تأمين طبي او في السعودية، وده زي ما قلنا ده جزء من اجزاء اصلا 440 ريال اللي انت هتدفعهم وقت ما بتدفع الفيزا. 300 ريال بتوع الفيزا وال 140 ريال بتوع التأمين، دول بتدفعهم بعد ما بتاخد موافقة القنصلية نفسها أو السفارة السعودية في الدولة اللي أنت موجود فيها. خامس حاجة، العنوان بتاعك في السعودية أو العنوان اللي أنت هتقيم فيه في السعودية، بيكون الهوتيل أو صديق أو أي ليه المكان اللي أنت هتكون عايش فيه في السعودية.
سادس حاجة لو انت اقل من 16 سنة زي ما قلنا لازم يكون في الاب او الام احد الوالدين موجودين معاه ساعة التقديم. Return ticket ذهاب وعودة، تذكرة طيران يعني ذهاب وعودة، بحيث ان هو يكون ضامن ان انت في ايام معينة يوم رايح فيه ويوم راجع فيه. accommodation reservation اللي هي الهوتيل او الفندق نفس اللي احنا قلناه، المكان الاقامة اللي انت هتكون موجود فيه في السعودية. تاسع حاجة يعني هي مكتوبة بشكل كبير، البيانات دي جايلنا بالظبط من السفارة السعودية هنا في التشيك. تاسع حاجة وهي ال خلينا نقول ال employment confirmation أو تأكيد من الشركة بتاعتك إن أنت شغال عندهم، يكون تأكيد موثق لو الشركة معتمدة فيكفي اعتماد ال HR. بس برضو لو أنت مثلا الشركة عادية أو مثلا بتعمل في شركة معينة راجع مع السفارة بس تجيب الورقة ديت إزاي. account statement اللي هي خلينا نقول مثلا البنك statement رصيدك في البنك. السفارة ما قالتش مبلغ معين بس برضه لو في مبلغ معين انت عايز تتأكد منه تواصل مع السفارة السعودية هنا في براك او في الدولة اللي انت مقيم فيها بحيث تعرف المبلغ المطلوب. plan of the journey اللي هي انت هتعمل ايه في الرحلة، هتسافر فين، هتفسح فين، ايه الاماكن اللي انت هتزورها، بحيث يبقى هو بالنسبة له شايف انت رايح تعمل ايه بالظبط في السعودية. confirmation of accommodation اللي هي بتاعة السكن، انت ساكن عقد السكن خلينا نقول، وعقد السكن يكون مفضل يكون موثق ويكون مطابق للعنوان، العنوان الموجود في عقد السكن يكون مطابق للعنوان اللي موجود في الكارت الإقامة بتاعك، بحيث ان هو يكون نفس العنوان ما يكونش ده عنوان وده عنوان مختلف. home address المكان البيت او العنوان بتاعك بالظبط. و electronic payment visa دي انت هتدفعها عن طريق ويب سايت انجاز، ويب سايت بتاع انجاز انت هتدفعه بس زي ما مكتوب هنا بالظبط الفيزا والانشورنس هتدفعهم بعد ما تاخد ابروف من السفاره اللي انت تابع ليها ان انت الفيزا بتاعتك ديت اوكي خلاص احنا موافقين عليها ان انت تاخد فيزا سياحه. ساعتها هتخش على موقع انجازات وتدفع الفلوس ال 440 ريال 300 ريال تمن الفيزا السياحه نفسها و140 تمن فيزا تمن التامين الطبي. في بعض الحاجات طبعا انت بتبقى محتاج تراجع مع السفارة نفسها زي الكونفرميشن بتاعة الاكوميديشن، النقطة التانية بتاعة الورك بيرميت او سوري الورك كونفرميشن بتاعة الامبلمنت او العمل بالظبط. الحاجات دي انت ممكن تراجعها مع السفارة، برضو ممكن تراجع معاهم الاكونت ستيتمنت. كل ده يعتمد على السفارة اللي انت موجود فيها، ممكن يكون من سفارة لسفارة او لدولة لدولة الموضوع مختلف في الحاجات ديت. باقي الحاجات المفروض تكون ثابتة تماما على كل السفارات. ده كان ملخص سريع للموضوع. ده برضو قبل ما نقفل ده شكل موقع إنجازات أو المنصة بتاعة خدمات التأشيرات إنجاز، بتبقى بالشكل ده. طبعا انت بتبقى مثلا أفراد، فانت الأفراد بتخش بتعمل يوزر نيم وباسورد، وأول ما بتاخد الموافقة من السفارة بتخش تدفع الفلوس بتاعة فيزا السياحة. بالتوفيق للجميع، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش سبسكرايب ولايك للقناة، ونشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.